يسعد الله مساءكم من النادي السعودي لظهور الدينة. اليوم عندنا عملية قص ريش حول المخرج للطيور في ست الريش. عندنا هون طير يورك هلأ بدنا نجهزه للزواج. فبنبلش خطوة أولى. طبعا هون الطير أظافره كويسة ما بده نقص. بدنا نرجع نعمل حساباتنا نحن ونقصه للأظافير على بعد 2 ميلي من الخط الأحمر من العرق اللي بالطير. بهالطريقة هاي بنتلافى كل الأسباب لعدم التلقيح. هاي الأضافة صاروا تمام. هلأ بدنا نقص الريش اللي حول المخرج. طبعا ريش المخرج ممنوع ينقص بس الريش اللي حول المخرج. بهالطريقة هاي نمسك الطير بهالطريقة هاي ونتحكم بالمسكة مظبوط وبنقص. طبعا بيكون عندك مقص طيب. نحن ما شاء الله المقص عندنا طيب كثير. طبعا ريش المخرج ممنوع يتقرب عليه مثل ما قلنا. هيدا بعد بده شوي. هيدا ريش المخرج ممنوع نقرب عليه. هيك صار تقريبا منيح. فينا نزود شوي. المهم انه يكون ريش المخرج واضح ظاهر. هون بنتلافى عمليات عدم التلقيح. يعني ما بيطلع عندنا مثلا بيض فاضي. بس نكون متلافين هالموضوع هيدا. الامور بخير. قص الاظافير وقص الريش اللي حول المخرج. تثبيت المجاسم. تقليم فيتامين يا سيلينيوم. هالمواضيع هاي كلها بنتلافاها. هيك صارت الامور تمام. يعني فينا نقص بعد شوي. ما بيأثر. نقص بعد شوي. هاي الطير صار جاهز للزواج. هيك صار 100%. وهلا بنقولكم ان شاء الله موسم خير وموسم مبارك للجميع. مع تحيات النادي السوري طيور الزينة اخوكم ابو نورس.